نبدأ مشاهدينا الكرام جولة أعمدة الرأي إذن من كلام من أخيرة السودان الدولية سمية سيد وكلام صريح أتت اليوم بعنوان إعادة تشكيل أم إعادة هيكلة. تبدأ سمية زاويتها بالقول: الأيام الماضية أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك قرارا قضى بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك السودان المركزي، وترى الكاتبة أن القرار لم يأتي بجديد إذ أبقى على رئاسة المحافظ لمجلس الإدارة وعضوية نائبيه ووكيل وزارة المالية. جاء التغيير فقط في الشخصيات الممثلة لقطاعات أخرى من خارج الحكومة، حيث دخل المجلس رجل الأعمال أنيس حجار والخبير الاقتصادي صديق بدة والأستاذة بلقيس بدري. تضيف سمية: إذن القرار الذي اتخذه حمدوك بناء على توصية محافظ بنك السودان لم يمس مطلوبات المرحلة بضرورة إعادة هيكلة البنك المركزي قبل إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتواصل: كان المتوقع أن يبدأ مجلس الوزراء عملية الإصلاح في القطاع المصرفي بتغيير قانون بنك السودان وتغيير قانون العمل المصرفي، فهذه القوانين موروثة من النظام البائد وغير مواكبة للتطور الذي يشهده العالم، خاصة في مجال الشفافية والحوكمة والالتزام وحتى في التطور التقني المتسارع. وتنوه الكاتبة إلى أن كثيرين يعتقدون أن وجود المحافظ أو المحافظ على رأس مجلس الإدارة أمر طبيعي، خاصة أنه نظام معمول به في كثير من الدول، لكن إذا كنا نرغب في مجلس إدارة له دور في وضع السياسات النقدية والتمويلية ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية فلابد من الفصل بحيث يكون المحافظ عضوا في المجلس بحكم منصبه وليس رئيسا له. وتذكر الكاتبة أيضا بأنه على الرغم من استقلالية البنك المركزي في العهد السابق، إلا أن رئاسة الجمهورية كانت تتدخل في كل تفاصيل مهام البنك المركزي حتى فيما يخص السياسات النقدية وسعر الصرف والإجراءات الخاصة بالصادر والعائدات، كانت تعلن من قبل لجنة برئاسة الجمهورية تضم مدير جهاز الأمن والمخابرات في السابق، فيما كان محافظ البنك المركزي مجرد عضو فيها فقط. ذهبت سمية أيضا إلى أن الأولوية الآن في إصلاح التشريعات والقوانين التي تقود إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل وليس فقط في تغيير الوجوه. تختتم سمية هذا العمود بالقول: البنك المركزي يحتاج إلى هزة كبيرة حتى يتمكن من القيام بدوره المعروف مثل البنوك المركزية في دول العالم.